بسم الله الرحمن الرحيم يا الأخوة المشاهدون، السلام عليكم وبركاته. نتقابل مع اللاعب مازن قبطاني، لاعب مميز في فريق ذا فترنز. خاطرك يا كابتن، قدمت مستوى مميز اليوم في البطولة، حسه على المركز الثاني. تعليقك على مستوى يعني فريقك أثناء المباراة؟ الحمد لله، نقول كانت مباريات حلوة، الفريق كان متكاتف نوعاً ما. طبعاً في البداية كان بداياتنا قوية بكل مباراة، لكن في الأخير نتراجع، فيها أخطاء وكل يعني خسارة كانت من أخطاء. هذه الملاحظة يعني بقاطعك الكابتن، في الشوطين مع إي إف تتقدمون وبعدين إي إف طبعاً إي نعم يعني طبعاً هذه كلها من أخطائنا، عدم الاستقبال الصح، الكور ما نسلمهم الكرة سهلة ترجع هنا. وتعليقك بشكل عام على مستوى البطولة، المستوى الفني والله كويس، يعني نشوف يعني لعبنا قبلها مباريات، نشوف اليوم هذا كان فيه بطولة حلوة. واثق انه بريستل عندهم منتخب قادر على المنافسة ان شاء الله السنة هذه بطولة المنتخب ان شاء الله باذن الله. باذن الله اشوفك يا كابتن ان شاء الله بطولة ان شاء الله. الف عافية كابتن أنس العجلان من فريق يوي هاردك، حقيقة خضتوا البطولة مرشحين ولكن هزمتوا في مباراتين أثناء البطولة، فتعليقك على مستوى الهزيمة اللي ظهر في منتخب يوي؟ احنا دخلنا بصراحة مستعدين. جميل. وعندنا حتى عندنا عامل خبرة وعندنا شباب، فكنا ميكس بين الاثنين. كنتوا المرشحين للفوز خطف البطولة. اي والله بصراحة. والمباراة على مباريات على أرضك. المباراة على أرضنا، بس عاد والله ما أدري، يمكن وش اسمه هذا؟ ما ادري، ما كنا ماخذين على بعضنا، ولا بالعكس والله فريقنا قوي، عندنا ابو صالح ما شاء الله قوي عندنا، لكن عامل التحكيم كان يمكن هو السبب الرئيسي. المهاوشه اللي حصلت بيني وبين مازن كانت يعني يمكن لها السبب الرئيسي، يعني تعزو اسباب اخفاقي والى فقدان الانسجام. هذا سبب رئيسي، والى تسلط الحكم مازن الثاني في مباراه. طيب تعليقك على مستوى البطولة بشكل والله عام؟ والله بطولة جميلة جدا، واشكر كنت بعد بورنا بالمقام الاول على التنظيم. انا والله ما توقعت حتى العدد، انا كلمتك قبل ما توقعت ان شاء الله العدد، اربع فراق وحماس وشباب مسعدين وجايين. عندك ثقة انه بريستل عندها منتخب قوي؟ والله اي والله، يمثلها في بطولة الملحق وما يحتاج ما شاء الله. لا والله في الشباب كلهم، في بعد في الكبار بالسن وفي الصغار، حتى المخضرمين ما شاء الله وين وصلوا النهائي. نعم. وهم قال لهم مخضرمين. نعم. فهذا معناته ما شاء الله انه في شباب الكبار اكثر. جود كاتيجري على قولتهم. ممتاز ممتاز. مبروك للاي اف هسه. اي اف فول فول بطل. للاي اف ويستاهلون. جزاك الله خير يا ابو علي، ما قصرت. الف شكر لك. جود. ممتاز. يلا نبدا. نقابل الكابتن غالب البلوشي من فريق جامعة بريستل. هذا يا كابتن، قدمتوا مستوى جيد في البطولة، بدايتكم بطيئة، هزمتوا المباراة الأولى، لكن المباراة الثانية فزتوا فيها باكتساح. الحمد لله. يعني إلى ماذا تعزو بداية بطيئة في البطولة؟ والله يعني يمكن الشباب، يعني أول مرة نلعب مع بعض كفريق. فقدان انسجام؟ ما في انسجام، ما كنا نعرف المراكز في البداية، يمكن كان شيء واضح. لكن الحمد لله استمتعنا باللعب يعني. جميل جميل. والفريق يعني إذن الأهم المنافسة يعني. الحمد لله مرتاحين يعني، ما فوز خسارة عادي يعني، لكن يعني فزنا في المباراة الثانية. جميل جميل جميل. حقيقة فوز المباراة الثانية كان فوز صريح. الحمد لله. فيعني تتوقع لو لعبت مباراة ثالثة ورابعة كان ممكن تصاعد المستوى الفني؟ أنا كنت متحمس. يعني ما بقول يعني كنت متشجع نلعب وان شاء الله نفوز يعني. جميل جميل. لانه خلاص بدينا نلعب. تعليقك على مستويات الفرق المتنافسه؟ والله الحمد لله، شوف في ما شاء الله لعيبه. جميل. في ما شاء الله لعيبه بارزين يعني، واضحين في الفرق، ويمكن في مفاجات بعد يعني. جميل. عندنا في الفريق ما شاء الله في ناس لاعبين اول مره، مثل أعطي أسامي يعني. جدا جدا. مثلا هاني فاجأني. أوه ما شاء الله صراحة. وسعيد عندنا أيضا في الإرسال. جميل لعب يعني الحمد لله يعني. جميل جميل جدا جميل جدا. أهلا، أتمنى لك التوفيق كابتن غالب. الله يجزاك. وهارد لك، ونشوفك في بطولة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. إن شاء الله. حبيب جزاك الله خير. مقابلة ما فيها ما فيها. تكفى يا شيخ. نحييكم ونرحب بكم في لقاء مع الكابتن المصاب مالك الطيار. مالك هو صاحب اقوى ارسالات في فريق جامعة بريستل، لكن كما تلاحظون اصيب بالتواء في الكاحل اثناء المباراة. عين؟ لا لا لا، عين ما صرت عنه. سلامات سلامات يا كابتن، ما ترى باس ان شاء الله. يعني فقدناك اليوم والله في البطولة، فقدنا ارسالاتك، فقدنا لعبك. معليش ان شاء الله ربنا يعاونك.
يعني ما صلت على النبي. سلام عليكم. تعليقك على البطولة يا مان؟ لا ما شاء الله البطولة ممتازة واشكر القائمين عليها واشكر خادم الحرمين الشريفين. جميل جميل جميل. يعطيك العافية كابتن مالك ما قصرت. لقاء مع الكابتن وليد باوزير من فريق جامعة بريستول. حظك يا كابتن. الحمد لله على كل حال. قدمت مستوى مميز في المباراة الثانية للبطولة. المباراة الأولى هو كان فيه أسباب معينة متوسط طول الفريق أيضا كان. أشوفك يعني ما شاء الله. أنا الوحيد. فترفع أنت المعدل بتاع. أنا الوحيد وبيني وبينك أنا أبغى أفش هذه اللعبة يعرف هذا كلام. من أسباب الهزيمة أنا يعني. congratulations لليه حظك لنا جميل. يعني توصلوا العالمية ان شاء الله ولا ما توصلوا؟ ما اظن الصراحه. شكرا كابتن وليد. هذا هو فريق بطل بريستول لعام 2011 في كره الطائره. اللعيبه من اليمين لليسار حسام عافا سعيد باصبرين علي الشهري محمد الغامدي احمد العيسى وفهد عود. الف مبروك يا شباب. كفيتوا ووفيتوا ما قصرتوا حقيقه. يعني نقول ان شاء الله بريستول في امان ان شاء الله. كره الطائره لا تنظيم ممتاز. لا لا ابدا. انتم ما شاء الله يعني المباراه الاولى والمباراه الثانيه فزتوا بالشوط الثالث. تقول وش السبب؟ هل قوة في الفريق اللي نافستكم ولا؟ لا هي روح الفريق والكابتن الله يعطيه العافية برضو بث فينا المثابرة والقوة. الشيء ثاني برضو يعني كان الفريق كان بصراحة. المباراة الأولى لعبتوا مع فريق يوي اللي هو مضيف البطولة. المباراة الثانية كان مع أقوى منافس لكم اللي هم الخضرمين. فتعليقكم على مستوى الفريق اللي نافستكم؟ صراحة كان أقوى مباراة كانت مع الخضرمين صراحة. توقعتوا ان المباراه تنتهي الى شوط ثالث؟ توقعنا بصراحه لين شوط ثالث. جميل جميل. وتعليقكم بشكل عام على مستويات الفرق الاخرى في بريستول؟ يعني بريستول هل عندها منتخب ينافس ان شاء الله في بطوله المرحله كره الطائره؟ لا ان شاء الله. ان شاء الله حماس يعني صراحه هو كان من الناحيه الفنيه تحسون مكتمله خاناتنا. عندنا معدين عندنا مستقبلين حائط صد كبيسه عندنا ولا ما عندنا؟ حتى في ناقص والله يزيد الله يستر عليك ان شاء الله. اي جميل جميل. اي والله في قد كابتن يزيد المسعود جزاه الله خير. لكن لا الف مبروك يا شباب. سعدنا فيكم وبيضت الوجه ما قصرت. الله يعطيك العافيه.